لقمان كان صالحا ويضرب به المثل في الصلاح، ويختلف العلماء فيه هل كان نبيا أم كان رجلا صالحا فقط. على أي حال فلم يكن سيئا وإنما كان صالحا، ولكننا نجده مع ذلك نلقى ربنا يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعد ابنه مقاعد مجالس يوضح له يوعظه ينصحه. فلو كان مجرد صلاح الإنسان كفاية لأن يكون أولاده صالحين ما ذكر الله لنا هذا المجلس من الوعظ والحكمة من مجالس وعظ لقمان لابنه. واقرأ بقى من أول كده: ولقد آتينا لقمان الحكمة، إلى ما قال الله في أواخر المواعظ الأخلاقية هناك مواعظ في العقيدة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مواعظ ونصائح في أداء العبادات: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مواعظ أخلاقية: في مشيك واغضض من صوتك ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى آخر ما قال الله عز وجل. فلو كان مجرد صلاح الإنسان كفاية، وهذا يغني عن أن يوجه بالدعاء والنصيحة لأولاده، لاستقل سيدنا إبراهيم بكونه صالح ولا يدعو لهم، وكذلك لاستقل لقمان بكونه صالحا دون أن يوجه أبناء. لذلك أيها الإخوة الكرام، لكي نستفيد من الدعوات الموجودة في القرآن الكريم لابد أن تفعلها.